ساتر ايه ده؟ ايه اللي ضرب ده؟ يا ساتر البيت هيولع؟ ايه ده؟ تلفزيون اه؟ ايه اللي ضرب ده؟ حريق جهاز ولع؟ التلفزيون جايب الواد من السعودية؟ ها؟ والمراوح حرقت؟ ايه ده؟ عنين الناس قالوا شحنتوا جاب تلفزيون من السعودية حرق، روح اشوف الثلاجة ابوه. حتى الفليزر جايبين نجفف فيه حاجة رمضان اتحرق. بيت ابوي اتخرب يا ناس. كل حاجة اتحرقت في البيت. يا ابوي شوفوا لي كهربائي يا ناس. فين الواد عبد الناصر؟ فين الواد عبد الناصر؟ ها؟ فين عبد الناصر؟ فينك؟ الحقني بيت ابوي اتخرب. ايوه الاستبلايزر اللي جبته ديتي ضرب زي القنبلة قلت الحرب قامت انا والدنيا كلها اتحرقت معاي. تعالي بسرعة شوف لي كهربائي ولا اديني يصلح لي الحاجات دي. بيت ابوي اتخرب يا عبد الناصر. بيت ابوي اتخرب برضو. بيت ابوك اتخرب يا ضوي. الناس نقت عليك يا ضوي قالوا شحنتوا جايب تلفزيون من السعودية. ها؟ ايه ده؟ حتى الروحة الجديدة؟ حد يشوف لي كهرباء يا ابوي. الوضع عبد الناصر ده تأخر ليه يا ولاد؟ اخرب بيتك. الحقني تعال. حبريه رايقة؟ رايقة. هي في يا ابوي حصل رايقة ازاي؟ هي في يقول لي بس هي حصل. بيت ابوي اتخرب يا ابوي. انا كنت صليت الجمعه ونمت هنا الجهاز الفجري الاستبلايزر اللي جبته ده ايوه ضرب تقول قنبله انا قلت طموره والتجاز ضربه والتلفزيون اتحرق ولا حاجه شغاله في البيت. البيت كله السلك ولع. ايه الحال؟ انت طول عمرك بتسترخص يا حدوي. ما قلت لك الكلام ده كتير. انا بسترخص. ايوه الحسد الحسد. مال الحسد في كده؟ اه انت راجل فجري بتسترخص في الاجهزه دي. آه. انت لو عملت زيي آه. وجبت جهاز استبلايزر ليوا الفيتنامي آه. انا جايبه عندي جايب واحد في المزرعه وواحد في البيت شغال 100 100. من فين اجيبه اللي هو الفيتنامي ده؟ ده في اي معرض للاجهزه الكهربائيه فيه. ده استبلايزر بينظم الكهرباء؟ ايوه ونظيف. نظيف ده ليه تمام 3 سنين وضلك بيقول لك يمكن هيخلوه 5 سنين. بيتباع وين ده؟ في اي معرض بقول لك. طب الحاجات اللي اتحرقت دي مين هيديني ثمنها؟ لا ده عليك العوض عاد. طب الحجم وين بيتباع؟ هتاخدني المعرض؟ انا هوديك المعرض اللي جبت منه. اسمه ليوا؟ ايوه استبلايزر ليوا الفيتنامي. متاكد انه صناعه فيتنامي؟ ايوه ده صناعه 100 100 وليه ضمان. طب يلا هات مسجله ليك واجي معاك. يلا قوام. طول عمره راجل نتن يدور اللي غير على الحاجه الرخيصه. اه لما حركت الاجهزه كلها يا اخوي تحت البيت. يلا يا عبد ناصر. يلا يا حدو يلا. الناس حسداني يا عبد ناصر. مالها الناس ومالها؟ لو ما جبت ليش جهاز ليوا هعزل واسكن في سيوة. يلا تعال حجبهولك. يلا يا حجدون. هو المعرض اللي بيبيع استبلايزر ليوا؟ اياه هو ده. ما يصلحونا ده يا اخي. يا راجل يا بارد يصلحوا لك ايه ده؟ ده مكان حيولع في العماره عنده. ما يصلحش ده. ما يصلحش سيبه. طلع اللي تحت البلاطه. ما هي قعدت تسترخص لما كنت حتولع البيت. ما انت منك ما قلت البلاطه لما كسرت البلاطه الله يخرب بيتك. يا راجل ده انا جايب جهازين ليوا شغالات عندي 100 100. يا عامل يا باشمهندس. الله يخليك. يا عامل تمام؟ الحمد لله طاقنا. عندكم استبلايزر ليوا؟ موجود ان شاء الله. الصناعه فيتنامي. صناعه فيتنامي. اللي عندي ده جبته من هنا انت؟ ايوه فيتنامي. نفس اللي اخذته حق عبد الناصر. طب ايه مميزاته ده يا باشمهندس؟ مميزاته ضمان 3 سنين والشركه رفعت كفاءته 5 سنين عشان عليها اخبار. ما شاء الله. ملفاته نحاس، سيفتي كامل، عمره ما حيوصل لدرجه الاستبلايزر اللي انت جايبه ده. يعني لو في اي مشكله هيفصل معاك حمايه. كهرباء عالية، الكهرباء واطية، هيفصل معاك حماية. هيفصل اوتوماتيك؟ هيفصل اوتوماتيك بس ما وصلش المرحلة دي. تولع في البيت عندك يا حلو. ما البيت كله ولع ولسه ما ولع. ده الفريزر والثلاجة والتلفزيون والمراوح وكله ولومك يا عبد الناصر غلط في داهية. لا خليك. كلفني 80,000 جنيه غلط أجهزة في البيت. خليك استبلايزر ليوا وإن شاء الله يعني هتشتكي مني. جهاز ضمانه 5 سنين. اه. بيرفع الكهرباء من 90 فولت، صناعة فيتنامي 100%. اه. ملفات نحاس بيور، سيرفو وما فيهوش أي مشاكل، بيرفع من أقل جزء من الثانية. اه تمام يا باشمهندس الله يبارك لك يا ولد.
ورهوني كده. هذا السبلايزر اللي هو ده بيبدأ معانا من نص كيلو لحد 200 كيلو حسب الأحمال اللي عندك. أيوه. يعني في بيستخدموا للمزارع للمستشفيات للمعامل سكنية لأي مؤسسة حكومية بينفع معاكوا حاجة محتملة. تمام. أنا اديني مقاس اللي يعني عايز حاجة كويسة للعمارة كلها. اللي أنت جايبه ده المحروق 10 كيلو. 10 كيلو. واحد 10 كيلو زي على قد الأحمال اللي عندك في البيت. اديني ال 10 كيلو. لا حاجة نظيفة باين عليها، الحاجة النظيفة باين عليها. أنا مش قلت لا. ده حتى شكله شيك يا أخي يقعد كده ليه؟ أيوه ما شاء الله. أيوه. هو ده باشمهندس؟ جهاز وراه شهادة الضمان بتاعته محكومة من الشركة. ونفس الضمان بيتعرف لك التاريخ والسيريال بتاع الجهاز من وراه بيبقى ضمان فعل من ساعة ما تشتريه. يعني جهاز لي هو ده ضمان خمس سنين؟ ضمان خمس سنين فعلا. يعني لو باظت فيه أي حاجة ولا عطل ولا عمل زي الجهاز اللي كان عندي ده يجيبوا لي واحد غيره؟ أكيد طبعاً. أيوه. وبعد برضه فترة الضمان قطع الغيار والصيانة موجودة، يعني بعد الخمس سنين قطع غياره وصيانته وكل حاجة موجودة عندنا في الشركة. أنا أهم حاجة يا ولدي حاجة ضمان زي ما تقول. ضمان وصناعة يعني لو حصلت عندي قفلة بيفصل أوتوماتيك. بالظبط، وصناعة فيتنام 100%، جهاز مكتوب عليه ميد إن فيتنام. أيوه أنت عارف يا ولدي. الله يبارك لك. كنتوا بتاعي توصلوهولي؟ أنا أجي أوصلهولك إن شاء الله. بارك الله فيك يا ولدي. ربنا يبارك فيك. حاجات نظيفة برضه. قلت لك يا حاج طوي. لا استرخصتنا يا عبد الناصر. وين كلامك صح. حاج عبد الناصر واخده مني اكثر من سنه حاليا ما شكاش منه. ده 100 شغالات عندي اثنين يا باشمهندس. شوف لي كهربائي يصلح لي الاجهزه ولدي بدل ما اجيب غيرها. لا الاجهزه عليك العوض. حاسبه يا عبد الناصر. طيب يلا حاسبه وبديلك. على طول كذا يا اخوي. ما استرخاصك وندامتك اللي ضيعت الدنيا معاه. اروح حاسب الباشمهندس وهديلك عشان انا كفايه المصيبه اللي حصلت لي. طيب روح. لاخر بيتك. روح. انت لو قلت لي هب جهاز استبلايزر ليه هو من الاول كان ايه حصل يا حاقد؟ ماشي. لكن انت حاقد بتجيب الحاجه كويسه ليه وتجيب لي انا حاجه وحشه. ماشي. حاسب. ماشي يا حاج طوي ماشي.